السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. جينا المكان ده جمع من حوالي 6 شهور، لقينا اثر بتاع كوبرا كانت ضخمه جدا، جينا لها من حوالي شهرين، كنت انا وصديقي احمد الدكروني لقينا برضو الجره ما لقيناهاش. النهارده يا جماعه جينا المكان لقينا الكوبرا قلع الجلد بتاعها في اول الجحر ده. طبعا يا جماعه كنا هنا اول امبارح الجلد ده ما كانش موجود، يعني كده ان شاء الله الكوبرا موجوده قريبه في المنطقه دي. طبعا يا جماعه في هنا اثر الجلد برضه اهو. الكوبري يا والله الكوبري. تمام الحمد لله الكوبري موجوده، بس المشكله التصوير مش هيجيبها. طبعا يا جماعه الحمد لله الكوبري ظهرت معانا في الجحر، بس طبعا على بعد حوالي 70 سنتي، مش عارف اجيبها في التصوير. طبعا يا جماعه ده كده طريق مهجور ملغي زي ما حضراتكم شايفين كده، ده اخر الطريق اهو، يعني ده نهايته. المزارعين اللي شايلينه طبعا يا جماعه الطريق ده جبنا عليه عدد كتير جدا من التعابين. الكوبرا كده احنا ممكن احنا هقول كده يا جماعه نحاول كده نجيبها في التصوير. الحمد لله كده ظهرت معانا يا جماعه. طبعا على بعد حوالي 80 سنتي في الجحر. طبعا يا جماعه ده امن الكوبر، بتبقى جسمها كله جوه الجحر، مفيش ظاهر الا دماغها بره، طبعا بتبقى في حاله هجوم على طول. هات يا جماعه الحمد لله الكوبري زاد معانا شويه.
انا البس لك كوبري بلعه بلعه فاص. طبعا يا جماعه كانت بلع فار اكبر من حجمها، لسه مغرد الجلد بتاعها يا جماعه والتوب. هي طبعا بتغير كل فتره، كل ما تتخن او تكبر طبعا يا جماعه على رقبتها حاجز كده زي الهلال. تعرفش كتير اسمع طبعا بقى فيه كوبرا اكبر من اضخم من دي هنا، لان مش دي اللي شفنا غلط. يا جماعه شايفين ده يا جماعه حجم الكوبرا ولونها. طبعا بقى طولها حوالي متر ونص. لسه يا جماعه مغيره جلد، عشان كده جسمها واضح قوي. بلاش 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 احمد بلاش بلاش. هذا يا جماعه زي ما عودناكم انياب الكبرى. لا ارجع ورا ارجع ورا، لا يعني تعالى في الجنب عشان ممكن تعد المفتاح. ادي سم الترسم واضح. هذا يا جماعه الناب الثاني او الجنب الثاني.
الحمد لله ربنا ستر على الجماعه اللي زي الفل دول، لان هم على طول متواجدين في المنطقه بيزرعوا هنا. الحمد لله ربنا ستر عليهم، والحمد لله برضه احنا جبناها بسرعه، كانت في بدايه الجح وبمجرد ما شفناها اختفت على طول. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس. مع مصطفى هاجر، ازاي معطي حضراتكم كل يوم جديد.